بقالي مأذون أكتر من 30 سنة، عمري ما شفت جوازة بالشكل ده. كل واحد جاي لي جاي يجوز مراته للتاني. اهدى علينا شوية بس يا مولانا، خلصنا بقى. حاضر يا سيدي، كده يكون العقدين تمام، وأنا أضفت بند لكل عقد حسب الاتفاق إن العصمة تبقى في إيد الست غوايش والعصمة تكون في إيد الست جواهر. بالرفاء والبنين إن شاء الله. رفاء وبنين إيه؟ فلا الله ولا فقالك. الجوازة دي لا مؤاخذة بلع، في شنك يعني. في شنك يعني إيه يا معلم؟ يعني إن شاء الله كده إحنا متفقين بإذن الله، بإذن الله كل واحد فينا مش هيدخل على مرات التاني. هذا لا يجوز شرعا يا معلم، لازم كل واحد يدخل بعروسته دخولا شرعيا. اهدى بس انت يا سلطان، ان شاء الله يحصل يا عم الشيخ. يحصل ايه يا عم؟ ايه يا شيخ ياسين، انت الحمد لله كده بصلاه على النبي خلصت المأمورية بتاعتك، توكل انت على الله. والصبح بدري، الصبح ايه الفجر، انا بنفسي حاجه خبط عليك تيجي تعمل لنا كده ان شاء الله اجراءات الطلاق. محلل يعني؟ الله ينور عليك، ما انت فاهم كل حاجة اهو. وانا لا يمكن اشترك في لعبة قذرة زي دي. معلش يا ده مولانا. مخالف للشرع يا معلم، وانا لو اعرف كده ما كنتش حضرت من اساسه. معلش يا مولانا، هو ما يقصدش سلطان، ما يقصدش. ما يقصدش يعني ايه؟ ما النية بانت ايه؟ النية بانت. اسمع يا معلم، المحلل حرام شرعا، حرام شرعا، ولازم تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى عمل كده وجعل الزوجة تتزوج بآخر عشان امثالك يتربوا ويمسكوا لسانهم عن التلفظ بكلمة الطلاق على الفاضية والمليانة. ما تجلدني بالمرة يا شيخ. هو كده، واذا تزوجت الزوجة بآخر لابد ان يكون زواجا شرعيا كامل الاركان، مش في شنك زي انت ما بتقول كده. عن اذنكم يا عم الشيخ، معلش اهدى شويه. انا اسف ان حضرت من اساسه. الصبر يا مولانا. العقدين اللي كتبتهم هقطعهم. استغفر الله العظيم. نعم. استغفر الله العظيم. نعم. اهدي اهدي يا مولانا. اهدي مولانا. الله استغفر الله العظيم. يا عم الشيخ، يا عم سيبك منه، سيبك منه. ده هيمشي يا سلطان. هيمشي؟ انت فاكر نفسك مأذون بجد؟ انا هطلع دلوقتي على المزلقان تحت الكوبري اجيب 10 منه، وبيدي عليهم 10 شهود كمان. بس اوعى هنداوي. ايه؟ اوعى كلام الراجل ده ياثر فيك. اوعى حسك عينك، الشيطان يوزك. عيب يا سلطان، مش هاخد الريح من البلاط. ايوه خليك بلاط كده. انت عارف انا بقيت تشرب خلاص. بنتك بتيجي على مزاجها وتروح على مزاجها. سيب البت في حالها، انت عارفها كويس، بنتك بميت راجل. انا عارف انها بميت راجل، والراجل اللي هيتجنن عليها ده. ايوه قول كده بقى، هات من الاخر. يا وليه يا وش فقر، الراجل هيدلعنا بالفلوس. قصدك هيدلعك انت بالفلوس؟ طب وانا ايه وانت ايه يا سماء؟ طب بص يابا، قلتها لك 100 مره وهقولها لك تاني. انا ماري فتحتي، واصلا مش هتجوز واحد ياخدني شروه ويدفع فلوسها. تعرف بقى تفكك مني وتكبر دماغك؟ طب ممكن تجيبي 70 جنيه بدل تكبير دماغ اللي انا مأصفر على الاخر. انا داخله انام بدل ما تقع اموت. بعد الشر عليكي. مش عارف احنا من غير سماح دي كنا هنعمل ايه. كنت هتنزل تشتغل يا شيخ. فلا الله ولا فالك تفي من بقك، خلاص انا كبرت على الحاجات دي. طول عمرك حتى وانت في عز شبابك كنت عويل برضك. اعملي ايه بقى، الخيبه نصيب. طب اسيبك انا بقى عشان تغيري هدومك براحتك. ليه انت رايح فين؟ هبات بره. تبات بره ليه؟ هو انا مش مراتك؟ يا جواري، انت ما سمعتيش الاتفاق اللي حصل بيني وبين المعلم سلطان ولا ايه؟ الله، انت بتعمل ايه يا معلم؟ بقفل الباب بس عشان لمؤاخذه في سرسوب هوا ممكن يضايقك ويجيب لك برد يا حبيبتي، ما تخافيش. ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا معلم؟ بقلع الجاكيت عشان اوديه المكواجي. بقلع الجاكيت عشان انام. عال عليه يعني. انت هتنام هنا؟ الله، واحد في ليله دخلته هينام فين؟ في جراج العتبه؟ انت نسيت اتفاقك مع هنداوي؟ وانت ما سمعتش الكلام اللي قاله الشيخ ياسين ولا ايه؟ ولا كاني سمعت حاجه. لا انا بقى سمعت، وبصراحه انا مش موافقه على التمثيليه القذره اللي احنا بنعملها دي. على الطلاق بالثلاثه منسيت. انا رحت الجامع بنفسي عشان اتاكد، وقعدت مع الشيخ
قال لي الكلام اللي ما يتسماش اللي اسمه ياسين ده صح. يعني ايه؟ مفيش يعني ايه؟ يعني لازم نطبق شرع ربنا طبعا. ايوه اللي هي ممكن بعد كده يبقى حرام علينا، وانا ما بحبش الحرام. انا طول عمري حلال ما بحبش الشمال. ايه؟ ايه؟ بتعملي ايه يا جواهر؟ هو انا مش مراتك على سنه الله ورسوله؟ انا ما اقدرش اخون صاحبي وحبيبي. يولع اصحابك وحبيبك، انا ما عنديش استعداد اخش النار علشان اصلك انت يعني متغذي جامد ولازم برضه تطبق شرع ربنا. استنى يا معلم، انت هتخون صاحبك؟ اخون مين؟ انا بقول لك شرع ربنا. الله، هو يوم وكل واحد يروح لحاله. وعلى راي المثل قول لاخوك مبروك وخليه يروح لابوه. انت بتقولي ايه يا جواهر؟ استهدي بالله ابوس ايدك. استهدى بالله انت، انا ما عنديش استعداد اغضب ربنا. وانت بقى تقبل يعمل كده مع مراتك؟ انت حاجتين والله. يعمل ايه؟ يعمل ايه يا مسكينه عبيطه كايبه؟ عشت طول عمرك تعبانه، عشت طول عمرك تلطمي على خدودك منه. انا عارف، حكي لي على كل حاجه. النهارده بس انا هعلمك بقى. النهارده يعني ايه رجوله؟ خليكي تقولي ما شفتش راجل في حياتي قبل كده. طب ابنك الضبع هيقول ايه؟ ابني الضبع انا موزعه، مش هيجي غير بكره الصبح. صدقي وتؤمني بالله، هو يعني انا ما فهمتش اي حاجه ومش فاهم اي حاجه، وكل الكلام دخل في بعضه. بقولك يا غايش، تعرفي حد في الحي؟ اتصلي بيه بقى خليه يلحق البيت اللي هيقع النهارده. بس بقى يا معلم. مفيش معلم، انا النهارده اسم الخرتيت. اسم الخرتيت. وانا بقى اسمي ايه؟ اسمك الله يرحمك. هو لازم يعني سامحنا يا سلطان؟ يابا. صباح الفل. خير؟ ايه دي يا ولية الاكل ده كله؟ انت عندك حفلة ولا ايه؟ فضلة خيرك يا اخويا، وبعدين انت راجل بتشقى. يلا بالهنا والشفا على قلبك. كل. ايه الحب ده كله؟ انت بتقول فيها يا ما تحت الساهي دواهي. انت لسه شفت حاجة جميل؟ والله يخليك تحلف انك ما شفت راجل قبلي. وحياتك يا اخويا، لا شفت قبلك ولا هشوف بعدك. حقيقي الكلام ده؟ حقيقي. امال ايه؟ طب وسلطان؟ الحمد لله ان احنا ما اتصلناش بالحي، كان زماننا اتفضحنا. انت اللي غلطانه. ايوه انت اللي غلطانه. في حد برضه شغل اغنيه بايخه في مناسبه زي ديت؟ من غل، من غلبي، من غلبي. اخسى عليك يا هنداوي، اهون عليك ترميني الرميه السودا دي؟ انت بتعملي ايه يا وليان دي؟ ايه؟ ببص صورة جوزي حبيبي. جوزك امال انا مين؟ كل واحد اضرب نفسه يا سلطان. الخرتيت ايه؟ ده انت ما حصلتش عرسك. اخرسي اخرسي، انا لسه ما اتخليتش الحرمه اللي تهزها المعلم سلطان. الله يمسيك بالخير يا هنداوي، كان فابريكا اصلي مش زي ناس. انا برضو فابريكا. انا فابريكا، بس احنا لسه ما خدناش حال بعض، ما تجرناش يعني. اما هناخد على بعض يعني هيبقى فيه ان شاء الله كلام تاني خالص. انا مش عارف اقول ايه معاك بصراحه. انا هغير رايك فيه، هغير رايك فيه. اغير ايه وناخد على بعض ايه؟ ما الجواب بيبان من عنوانه. دي كانت معرفه سودة. اه يا سبعي سبعي،
بقول لك غوايش، هو جدع ده اللي اسمه داوي ده يعني كان فعلا يعني مالي عيني كويس يعني ولا كده يعني؟ داوي؟ اه ده محدش يعرف انتوا اللي انا محدش يعرف انتوا اللي انت جزمه. امال بيقول لي قال لي انا ماليش في الحاجات دي خالص. هو طول عمره كده يخاف من الحسد. حسد؟ ماشي يا هند، ان ما وريتك يا هند والكلب ماشي انا اللهم بقى ان شاء الله هعمل حاجه وجاي، هعمل حاجه وجاي.